بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة بعنوان Diseases of Cardiovascular System. Introduction. The cardiovascular system consists of the heart and the blood vessels. يتكون الجهاز القلبي الوعائي من جزئين أساسيين وهما القلب والأوعية الدموية. The heart is a cone-shaped organ composed from left and right atria, left and right ventricles in all domestic animals. The right atrium receives blood from systemic and coronary veins, then flow into the right ventricle, which pumping blood into the pulmonary circulation ويدخل الدم إلى الوعاء الرئوي to liberate CO2 لأخذ ثاني أكسيد الكربون وتسويد الدم بالأكسجين to and from alveoli of the lungs. The left atrium receives the freshly oxygenated blood. الأذين الأيسر يستلم الدم الغني بالأكسجين from the lungs through pulmonary veins من خلال الوريد الرئوي to flow into the left ventricles ومن بعد أو ثم بعد ذلك يضخ إلى البطين الأيسر والذي يجهز كافة الجسم بالدم pumping arterial blood into the systemic circulation through the aorta والذي يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم من خلال الشريان الأبهري. أما بالنسبة إلى وظائف الجهاز الوعائي الدموي الوعائي أو الكارديوفاسكولار سيستم، قبل لا ندخل إلى أمراض الجهاز القلب الوعائي لابد أن نتعرف على وظائف الجهاز القلب الوعائي function of the cardiovascular system. أول وظيفة هي للقلب الهارت. The heart provides the driving force for the maintenance of continuous circulation of blood through the cardiovascular system so that normal exchange of fluid, electrolytes, oxygen, and other nutrients and excretory substance can be occurs between the vascular system and tissue. Number two, the principal force responsible for the passage of fluid through the capillary wall is the difference between the capillary pressure and osmotic pressure of the plasma protein. وهذه جدا نقطة مهمة. هنالك قوة تلعب في مرور السوائل بين الأوعية الدموية أو جدار الأوعية الدموية وهذه يعتمد على الفرق بين الضغط الموجود بين الكابيلاري بريشر والأوزموتيك بريشر والذي يعتمد على البلازما بروتين على تركيز البلازما بروتين لا يحدث تبادل بالسوائل بدون التوازن بين الأوزموتيك بريشر والكابيلاري بريشر. أوزموتيك بريشر اللي يعتمد لنا على بلازما بروتين. Where the capillary pressure is greater, أكبر outward filtration occurs. Where the osmotic pressure of the plasma is greater, inward filtration or absorption occurs. إذن هذه قاعدة عندما تكون الكابيلاري بريشر الضغط
ضغط الأوردة أو الكابيلاريز يكون أكبر، فيحدث خروج للسوائل للخارج outward infiltration. أما إذا كان الضغط الأسموزي هو الأكبر راح يصير دخول inward filtration or absorption، أكثر راح يصير امتصاص للسوائل. Subsidiary factors، هنالك بعض العوامل الجانبية are the hydrostatic pressure، هو الضغط الهيدروستاتي in the tissue space and osmotic pressure of the relatively small amount of protein the escape through the capillary walls into the tissue space. Failure of the circulation in any degree interferes with this exchange and is the basis of circulatory failures. فأي خلل في هذه العملية لتبادل السوائل هو القاعدة الأساسية لحدوث عملية فشل الدورة الدموية أو ما تسمى بالcirculatory failures. هذه هي يوضح هذا الفيجر صورة بقرة، يوضح عملية حدوث التبادل السوائل، كيفية حدوث التبادل السوائل بجسم البقرة، وما هي العوامل اللي تأثر عليها ابتداء من الانفايرومنت وريسبيريشن، سكين تمبريتشر، هارت ريت، سويتينج، ركتال تمبريتشر. فهذه كل هالعوامل تلعب دور مهم في عملية عمل أو وظائف الكارديوفاسكولار سيستم. وقبل لا ندخل إلى أمراض القلب يجب أن نتعرف على الاناتومي of the heart. الهارت يتكون لنا مثل ما ذكرت مسبقا من الرايت أتريوم والليفت أتريوم والليفت فنتريكل والرايت فنتريكل. هنالك ما تسمى ب البولمينري فالف أو الصمامات القلبية، موجودة صمامات قلبية، وهنالك الأوردة وهنالك الشرايين التي تدخل من وتخرج من القلب، تدخل وتخرج من القلب. هنالك البولمينري أرتري سوبيريور فينا كافا، عندنا البولمينري فين، ليفت أتريوم، ماتريال بالب، أورتك بالب، انفيريور فينا كافا، تريكاسبيد بالب، بولمينري بالب، رايت أتريوم، بولمينري فين. The heart, القلب عبارة عن عضلة. The heart is a muscular organ suspended by its own vessel in the lower two-thirds of the thoracic cavity. The left ventricle is in contact with the chest wall in an area extending from the third to the sixth ribs. هذا هو موقع القلب، يمتد من الضلع الثالث إلى الضلع السادس. وجدا مهم معرفة هذه المعلومة، لأنه خلال عملية التسمع للقلب يجب أن نضع السماعة الطبية الستيثوسكوب في هذه المسافة وعلى الجهة اليسرى. A small area of right ventricles is in contact with the chest wall of from the fourth to about sixth، بينما بالجهة اليسرى فالاتصال من الضلع الثالث إلى الضلع السادس. أما بالنسبة للجهة اليمنى أو right ventricles فالكونتاكت بالتشيست أو بجدار الصدر بين الضلع الرابع إلى الضلع السادس. In cattle the heart is only separated by thickness of the diaphragm or from the reticulum. وهي نقطة جدا مهمة التعرف عليها، لأنه من خلالها يتم اختراق الأجسام الغريبة من الرتيكولوم ويسبب لنا تروماتيك رتيكولو بيريكارديتس، which occupies the lower anterior part of the abdominal cavity formed by the curve of the diaphragm, makes it possible for penetrating foreign bodies to enter the pericardial sac and cardiac muscle. The greater vessels entering and arising from it
fix the base of the heart. The right atrioventricular, right atrioventricular opening guarded by the tricuspid valve, الصمام الثلاثي. الصمام الثلاثي في الجهة اليمنى lies opposite to the fourth intercostal space ويقع بعكس اتجاه الضلع أو المسافة الضلعية الرابعة. The pulmonary orifice الفتحات الرئوية lies opposite to the third intercostal space slightly above the atrioventricular opening وبالضبط فوق فتحة الفتحة أو الصمام اللي بين الأتريو بين الأذين والبطين فتحة الأذين والبطين. The left atrioventricular left قبل شوي كنا نتحدث عن الرايت الآن the left atrioventricular opening guarded by the bicuspid bulb في الجهة اليمنى right atrioventricular tricuspid bulb and the left bicuspid bulb or ما يسمى mitral valve which is opposite to the fifth intercostal space. The aortic orifice lays opposite to the fourth intercostal space. طرق فحص القلب methods of examination of the heart أول طريقة palpation of the cardiac region to detect the thrill and cardiac displacement. Percussion القرع in the cardiac area gives dull sound. Auscultation of the heart must be prolonged and also it is necessary to lift the forelimb forwards نرجع الرجل إلى الأمام أو نقدمها إلى الأمام forwards as the heart lays above the elbow joint in the left side by about fist of hand in large animals. الآن من نخلي السماعة من نضع السماعة على القلب نسمع أصوات هذا الصوت هو عبارة عن صوت سيستوليك دايستوليك ومتمثل بصوت دب لب وفترة راحة دب لب بوز دب لب بوز لازم نعرف ما من أين تأتي هذه الأصوات الدب واللب وهذه ما تسمى بالكاردييك سايكل أو الدورة القلبية when relaxation of the ventricles انبساط البطينين is just commencing both atria كل الأذينين will fill with the blood from the great veins entering the heart cranial and caudal vena cava in the right side and pulmonary veins in the left side إذا بالجهة اليمنى يدخل لنا الكودال فينا كافا وبالجهة اليسرى pulmonary veins بالجهة اليسرى. The cycle of contraction commencing in the atria for passing the blood into the ventricles وعندما يحدث التقلص فيؤدينا in the atria for passing يجبر الأذين إلى مرور الدم إلى الventricles إلى البطينين إذن أول صوت نتعرف عليه من خلال الدورة القلبية هو صوت السيستوليك سيستوليك اللاب سيستوليك اللاب It is produced by contraction تقلص of the ventricles البطينين and closure of the atrioventricular valves in association with tension of the cardiac tendi. During cardiac systole, خلال عملية cardiac systole, the blood forced along the pulmonary artery to the lungs and aorta through the arteries to the systemic circulation. The atria are relaxed and filled with the blood
from great veins, then the contraction is completed and ventricles relax. إذا أول صوت يحدث لنا نتيجة contraction of the ventricles and closure of the atrioventricular valves. أما بالنسبة إلى diastolic sounds, الدب diastolic dub, it is produced by closure of the aortic and pulmonary valves. غلق الصمامين البولمينري والأبهري and relaxation of ventricles ومع انبساط البطينين resulted in decrease of blood of heart contents and blood pressure in the great vessels وبالتالي دفع الدم إلى بقية أجهزة الجسم. ملاحظة: the vibration of any portion of the heart will be transmitted through the fluid filling its chambers. Therefore, heart sounds are complex, involving vibration of all the substance of the heart and its contained fluid. The vibration of the cardiac skeleton is produced by the closure of the valves of the heart. Heart sound, هذا المخطط يوضح لنا الهارت سايكل اللي هي اللاب والصورة الثانية توضح لنا الدب لاب نتيجة تريكاسبيد ماتريال فالف كلوز بيجينينج اوف سيستول وبداية السيستول انبساط القلب والدب اورتيك والمينيك فالفز كلوز يغلق تغلق هذه الصمامات يحدث الدب end of systole beginning of diastole beginning of diastole principle of circulatory failures ما هي أساسيات القصور الدوراني principle of circulatory failures the function of cardiovascular system is to maintain edemic the circulation of blood so that the normal exchange of fluid, electrolytes, oxygen, and other nutrient and excretory substance can be made between the vascular system and tissues. Failure of the circulation in any degree interferes with this exchange and is the base for circulatory failures. The two function units of the system are the heart and the blood vessels. Any disease of one of them may give rise to two forms of circulatory failures. إذن مبادئ circulatory failures مبادئ circulatory failures أو القصور الدوراني يعتمدن على وظيفة الفسيولوجية للقلب والأوعية الدموية أي قصور أو أي خلل في هذين الجزئين يؤدين إلى حدوث circulatory failures والذي يكون على نوعين النوع الأول heart failure and peripheral circulatory failures فإذا حدث إذا ما حدثت إذا ما حدث القصور في الهارت heart failure it is inadequacy due to involvement of the heart itself resulting in congestive heart failure CHF congestive heart failure later on deprives of tissue of their oxygen and acute heart failure occur وبالتالي إذا ما حدث القصور القلب الاحتقاني راح يؤدينا إلى تقليل أو حرمان الأنسجة من الدم والتي يحمل الأكسجين لها وبالتالي حرمان الأنسجة من الأكسجين ويؤدي إلى تطور حدوث acute heart failure أما إذا ما حدث peripheral circulatory failures in which vascular الخلل هنا وين راح يكون الخلل بالvascular system fails to retain the blood وهنا راح يكون عدم قابلية الأوعية الدموية لإرجاع الدم إلى القلب
fails to return the blood to the heart, resulting in congestive heart failure and oxygen tissue deprivation, abnormalities of cardiac rate and rhythm. وبالتالي راح يؤدينا إلى حدوث بعض الخلل في ضربات القلب وبالتالي والنبض. النبض فأنواعها abnormalities of the cardiac rate and rhythm. أول نوع هو التاكيكارديا. ما معنى التاكيكارديا؟ التاكيكارديا is an increase of heart rate resulting from an increased rate of discharge of impulse from the sinoauricular node. Sinoauricular node, which has its own intrinsic rate of discharge. وبالتالي راح يسبب لنا حدوث التاكيكارديا أو زيادة في ضربات القلب. أما أنواع التاكيكارديا، التاكيكارديا may be simple due to excitement، بسيط نتيجة الإكسايتمنت، fever, pain or some drugs administration، or paroxysmal due to myocardial disease. It is short attacks with sudden onset and end. علاج التاكيكارديا: keep the animal in a quiet place. Administration of nerve sedatives such as chloral hydrate in water, oral or rectal, or morphine 0.3 or 0.5 gram per horses. A plus substitute may be given digitalis and quinidine sulfate is recommended to terminate dangerous attack of paroxysmal tachycardia. أما بالنسبة إلى bradycardia وهي قلة في عدد ضربات القلب, it is abnormal decrease in heart rate than normal. مسببات heart disease such as degeneration, atrophy and myocarditis, nervous disorder, meningitis, encephalitis and hydrocephalus, vagus stimulation as in GIT disorder. It is temporary effect and disappear after administration of atrophine subcutaneous or correction of diet.